بس يا شيماء، انا اتربيت تربيه صعبه قوي. ابويا كان قاسي قوي معايا انا بالذات، ولسبب غير مفهوم ما كانش بيعامل اخويا الصغير نفس المعامله. كان دايما بيقول لي انت فاشل مالكش قيمه، مع ان ده ما كانش حقيقي. فكره الخساره بالنسبه له ما كانتش مقبوله تماما في اي حاجه في الحياه، اي حاجه ممكن تتخيليها، في الشغل بقى، في الدراسه، في اللعب. طب ده انا مره في ابتدائي طلعت التاني على الجمهوريه، تخيلي عمل لي معايا ايه؟ حفله مثلا؟ حفله اكلني علقه موت، وكله من ده بقى لحد ما انا بقيت زيه. فكره الخساره بالنسبه لي بقت مش مقبوله خالص خالص.